مع نبيل عبيد ومع الفريق الكل ومعكم من توما. صباح الخير يا تونس، صباح الخير يا توينسة، توينسة الكل وين ما كانوا. حلوة يا بلدي، أي مفهمش ما أحلى منها، عزيزة وغالية ومزيانة وأعز بلاد في الدنيا رغم كل شيء. أعلنت وزارة التربية البارح العشية إغلاق باب الالتحاق بالمؤسسات التربوية النموذجية لسنة دراسية 2024-2025 نهائيا. هذا وفق ما جاء في بلاغ نشرته البارح الوزارة على الموقع الرسمي متاحة. الوزارة أعلمت في بلاغها كل أولياء التلاميذ اللي معدلاتهم من 14 فما فوق على 20 اللي متمسكين كل التمسك أن أولادهم يلتحقوا بالإعداديات والمعاهد النموذجية، تعلمهم الوزارة اللي التسوية الأخيرة شملت كل الجهات وبالتالي أغلق باب الالتحاق نهائيا بالمؤسسات النموذجية. يعني إذا فما أولياء يسمعوا فينا وما زالوا يلوجوا عن ملفات متاعهم ولا يقابلوا في شكون في وزارة التربية ولا يحبوا بالحق يحبوا يلحقوا أولادهم بالمعاهد النموذجية، فأغلق هذا الباب وانتهت الحكاية. وكل النجاح والتوفيق لكل تلاميذنا في المعاهد النموذجية ولا في غيرها، المهم أنه التلميذ يقرأ في ظروف طيبة. وعلى ذكر الظروف الطيبة، البارح كان فما لقاء عشية بين رئيس الجمهورية قيس سعيد ووزيرة التربية السيدة سلوى العباسي. في اللقاء هذايا أكد سيادة الرئيس على ضرورة إيجاد حل نهائي للمعلمين والأساتذة النواب مع المرشدين التطبيقيين وأعوان المخابر بالاعتماد على معايير واضحة تضمن الحقوق متاعهم وتنهي عديد الأوضاع المأساوية اللي من المفروض ما يزمهش توصل للحد هذية، وكان ممكن معالجة المسألة منذ سنوات بطريقة واضحة وسليمة تضمن حقوق المعنيين وحقوق الناشئة على حد سواء. في اللقاء هذايا تم التطرق إلى التعهد بالمنشآت التربوية، خاصة أنه الاعتمادات المرصودة متوفرة فضلا على استعداد المواطنين للمساهمة في عمليات التعهد والصيانة. أكد رئيس الجمهورية في لقائه مع وزيرة التربية على ضرورة الاستعداد من الآن للعودة المدرسية والعمل على توفير الحماية للتلاميذ ولمحيط المدارس والمعاهد إلى جانب النقل اللي هو مشكلة كبيرة، مشددا على أنه أهم مكسب لتونس هو التعليم وأثمن ثروة هي الثروة البشرية، وأهم حصن ضد كل أنواع الإرهاب والانحراف هو التعليم الوطني اللي يلزم يتوفر للجميع على قدر من المساواة. هذه المواضيع اللي تم تناولها في لقاء البارح بين سيادة رئيس الجمهورية ووزيرة التربية. أهم عنصر من توا يجب يكونوا حاضرين للعودة المدرسية، وكل مؤسستنا يجبها تكون حاضرة وفيها كل الظروف الملائمة لعودة ناجحة لأبنائنا. مش نسمع